سلام فنوف، واش واجدين الحلقه ديال اليوم؟ واجدين. سلامنا فنوف. سلام جاد وبيان، لاباس عليكم؟ لاباس. نفنوف قولي انت لاباس عليك؟ لاباس عليا. وانت زينب؟ لاباس عليا نفنوف، وكنتمنى اصدقائي اللي كتابعونا انتم تكونوا بخير، ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم عالم زينب و نفنوف. اصدقائي اليوم موجد لكم واحد الموضوع شيق، غادي نستافدوا منه بزاف ديال المعلومات. واش واجدين تعيشوا المغامره ديال اليوم؟ واجدين. ولكن زينب شنو هو الموضوع ديال اليوم؟ قولي لي الا كنتي هاز التفاحه بيديك ورخيتيها اشنو غيوقع؟ غطيح الارض. وجات تقول لي الا نقصتي اشنو غيوقع؟ غرش الارض. برافو عليك. وبيان الا لحتي شي كره في السماء اشنو غيوقع عليها؟ غادي تطيح. برافو عليكم اصدقائي. اذا شكون فيكم يقول لي اشنو يقدر يكون الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم؟ انا فنوف. الجاذبية. فعلا الموضوع ديال الحلقة اليوم هو الجاذبية، ولكن ماشي أنا اللي غنعطيكم معلومات كافية على هذا الموضوع، ضروري خاصنا نستعينوا بصديق ديالنا بروفيسور. نمشيو نعيطوا ليه نفنوف. يلا بروفيسور. إسحاق نيوتن هو عالم إنجليزي، وهو أول واحد طور نظرية الجاذبية. ملي طاحت عليه واحد التفاحه من واحد الشجره هو يسول راسو علاش طاحت التفاحه وما طلعتش للفوق. اذا اشنو هي الجاذبيه؟ الجاذبيه هي واحد القوه غير مرئيه اللي بسببها كاع الاجسام كتجر لتحت، وهي اللي كتخلي الكواكب في المدار ديالها حول الشمس. بلا هاد الجاذبيه كان كلشي غادي يبقى يطوف في الفضاء، بحال رواد الفضاء فاش كيكونوا في المركبات الفضائيه. هذيك التفاحه ملي كتحيد من الغصن ديالها كطيح للارض، وحتى نتوما الى نقصتو غادي ترجعوا للارض. ومنها كنفهموا ان الاشياء والاجسام كتنجذب نحو الارض بفعل قوه الجاذبيه، وهذا الشيء اللي كيعطي لكل جسم الوزن ديالو. كاينه الجاذبيه في الفضاء، كيف ما كنعرفوا الكواكب كلها كتدور حول الشمس بفعل قوة الجاذبية. كل ما كانت هذه الجاذبية كرة الكواكب كلها غادي تكون في خط مستقيم. واش خبركم بأن قوة الجاذبية ديال القمر قل من قوة الجاذبية اللي كاينة في الأرض؟ إلا كنا كنعيشوا في القمر الوزن ديالنا غادي يكون أقل بستة المرات. كاينين جوج ديال العوامل اللي كيأثروا على قوة الجاذبية. كتلة الجسم، شحال ما كان الجسم ثقيل شحال ما غتكون عنده جاذبية أكبر. المسافة، شحال ما تقاربوا جوج ديال الأجسام شحال ما كتكبر الجاذبية بيناتهم، وشحال ما تباعدوا شحال ما كتقل حتى كتنعدم. الجاذبية مهمة بزاف لينا، حيث بفضلها الأرض كتبقى تدور حول الشمس، وداك الشيء اللي كيحافظ على درجة الحرارة ديال الأرض المثالية، وكتمكننا من العيش والاستمرار في الحياة ديالنا اليومية. تسالات الحلقة ديال اليوم. بسلام عليكم ونتلاقاو في الحلقة القادمة. صديقي البروفيسور، هذاك الشيء علاش ملي كنطلعنا للفضاء ما كتبقاش عندي الجاذبية. عندك الحق انا فنوف، القوانين ديال الجاذبية في الفضاء ماشي هما القوانين ديال الجاذبية في الارض. جاد وبيان قولوا لي اشنو استفدتوا من الفقره اليوم مع البروفيسور؟ جاد انا استفدت بان كل ما كيتقارب جسم مع جسم كيتزاد الجاذبيه بيناتهم، وكل ما كيتباعدوا كتقل الجاذبيه حتى كتنعدم. برافو عليك جاد وبيان. شنو استفدتي؟ انا استفدت ملي الا مشينا تطلعنا للقمر الوزن ديالنا غادي يتقسم على 6. برافو عليك بيان وجاد وحتى نفنوف، وحتى نتوما اصدقائي اللي كتابعونا اكيد غتكونوا خديتوا بزاف ديال المعلومات من الفقره ديال اليوم مع البروفيسور. شكرا لك صديقنا البروفيسور على هذه المعلومات القيمه اللي جبتي لنا اليوم، ونتلاقاوك في الحلقه المقبله. انا متاكده غتجيب لنا معلومات شيقه على مواضيع اخرى. ودابا قولي لي نفنوف، وصلنا لواحد الفقره اللي ممتعه بزاف وعزيزه علينا، اشنا هي؟ الفا. سلام وليدات، لاباس عليكم؟ لاباس. الفا جايبه لنا اليوم شي تجربه عندها علاقه بالجاذبيه ياك؟ صح، التجربه ديال اليوم هي تجربه تحدي الجاذبيه. واش واجدين؟ واجدين. غادي نحتاجو خويطات بيضين، دي ترومبون، مغناطيس، جوج كيسان، باتافيكس، ومسطرة. بهاد التجربة غادي نتحداو الجاذبية. كناخدو مسطرة
باتافيكس والمغناطيس. كنلصقوا العيار في المسطره بهذا الباتافيكس بحال هكا. وهكا كنحصلوا على حقل المغناطيسي. كناخذوا هذوك لي ترومبون كنلصقوا كل ترومبون في الخيط. كناخذوا ترومبون ثاني وكنديروا ليه نفس العمليه. كناخذوا الكيسان ديالنا كنحطو فوق منهم المسطرة اللي فيها العيار. كناخدو هادوك الخويطات اللي صوبنا ولصقنا فيهم لي ترومبون وكنلصقوهم فوق طابلة بالباتافيكس. بهالتجربة غادي نشوفو كيفاش هداك الحقل المغناطيسي غي خلينا نتحداو الجاذبية. كما كتشوفوا معنا لي ترومبون ديالنا كيبقاو طايرين في الهواء بفضل المغناطيس. وليدات لاحظوا معايا ملي غادي نحيدوا المسطره شنو غادي يوقع. لي ترومبون كيطيحوا فوق طابله بفضل الجاذبيه. واو تجربه اصدقائي واعره كتعلمنا كيفاش نديروا نتحداو الجاذبيه. جادو بيان واجدين بداو التجربه واجدين ونفنوف تا انا واجد معكم زينب. ودابا شناهي جد اول مرحله غنبداو بها في التجربه؟ اول مرحله هي خاصنا نقطعوا الخيط ونركبوا فيه الترومبول. غادي نستعملوا الخيط ديالنا اللي عندنا هنا وغادي نحاولوا اننا نشدوا العبار ديال الكاس اللي عندنا بحال هكا ومن موراها غادي نقطعوه من هنا. بحال هكا وغيجينا الخيط بحال هكا طومبول. انا اختاريت اللون الاخضر نفنوف وغادي نعقدوه في الخيط ديالنا الابيض بحال هكا. ودابا مورا ما عقدنا طومبول ديالنا في الخيط الابيض اللي عندنا بحال هكا اش كنديروا موراها نفنوف؟ كنلصقوا المغناطيس في المسطره. اصدقائي غنشدوا المسطره ديالنا اللي هي هذه وغادي نشدوا لاباتا فيكس ديالنا وغادي ناخذوا منها طريفات غادي نلصقوهم بحال هكا في المسطره ديالنا. ومن موراها اصدقائي غناخذوا المغناطيس ديالنا وغنلصقوه على لاباتا فيكس في المسطره بحال هكا. ودابا غناخذوا واحد اخر عند بيان. ودابا اصدقائي كنكونوا لصقنا المغناطيس اللي عندنا في المسطره ومن موراها شنو خاصنا نديروا بيان؟ خاصنا نحطوا المسطره فوق الكيسان ونلصق الخويط. غنشدوا المسطره على هذا الشكل وغادي نحطوها في وسط الكيسان ديالنا بحال هكا ويبقى المغناطيس ديالنا مقابل مع الطبله. من موراها كيف ما قالت لنا بيان غادي نشدوا الخويطات ديالنا وغادي نلصقوهم بلا باتافيكس بشكل متوازي مع المغناطيس فوق الطبله. غنديروا ليهم بحال هكا وغنشدوا الخويط الثاني نديروا ليه نفس الطريقه بحال هكا نلصقوا لاباتا فيكس في الطبله وغادي نحطوا الخويطات ديالنا وغنلصقوهم على لاباتا فيكس بحال هكا نفنوه
ودابا غنشدو الخويه الثالث ديال جهاد وغادي نديرو نفس العمليه. غنلصقو لاباتا فيكس ومرها غادي ندورو عليها الخويه اللي عندنا. زينب دابا حنا وصلنا للمرحله الحاسمه. عندك الحق جاد، اصدقائي فعلا وصلنا للمرحله الحاسمه اللي غنعرفوا فيها واش نقدروا نتحداو الجاذبيه ولا لا. واش واجدين باين وجاد؟ واجدين. ونفنوف؟ حتى انا واجده زينب. ويلا نشوفوا اشنو غيوقع. واو. فعلا المغناطيس تحدى الجاذبيه. ولكن دابا قولوا لي من نحيدوا المسطره خاصنا ضروري نكتشفوا اشنو غيوقع. واش واجدين؟ واجدين. ايوا دابا زينب الجاذبيه هي اللي كتحكم. عندك الحق انا فنوف، باين وجه تقولوا لي اشنو استفدتوا من هذه التجربه. بالمغناطيس كنتحداو الجاذبيه، وبلا مغناطيس كترجع قوه الجاذبيه. برافو عليك بيان وجاد وحتى نفنوف، اكيد نتوما اصدقائي غتكونوا اكتشفتوا معنا كيفاش قدرنا نتحداو الجاذبيه. برافو عليكم اصدقائي، نجحت لكم تجربه تحدي الجاذبيه. نتلاقاو المره الجايه مع تجربه اخرى. السلام عليكم. سلام. شكرا لك صديقتنا الف على هذه التجربه الزوينه اللي جبتي لنا اليوم واللي تعرفنا فيها اكثر على موضوع الجاذبيه. ونتلاقاوك في الحلقه المقبله، انا متاكده عندك بزاف ديال التجارب زوينين غنعيشهم معك. نفنوف واش واجدين عند علي؟ حيت انا وجد واجدين نديروا الرياضه. انا دائما بيان واجد. صديقي جاد، الا بغينا نمشيو عند علي شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو الحركه السحريه مع الكلمه السحريه. برافو عليك جاد. ثلاثه جوج واحد سويتش. واو علي. صافي وليدات لاباس عليكم؟ لاباس. مزيان مزيان. توحشوني انا والاصدقاء ديالي. توحشناك. بينات نتوما الولاد توحشوني وتوحشتوا الفقره ديالي. يلاه نطريدو. يلاه نطريدو. يلاه رجعوا شويه اللور باش نشرح لكم شنو عندنا اليوم. شنو بان لكم عندنا اليوم؟ عرفت كاين سيركل وكاين لي بلون، شنو غنديروا فيهم مثلا؟ مسابقة. أشنو بان لكم الولاد اليوم غندير؟ يلا فكروا معايا فكروا. مسابقة. مسابقة. مزيان، ركزوا معايا الولاد مزيان، أنتم ركزوا معايا. كاين شحال عندنا ديال البلون؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. حنا شحال؟ ستة. حنا ستة. يعني إلا وقف كل واحد بلون غيبقى واحد. إيه. واخا، حنا ديجا دايرين سيركل. إيه. صافي؟ يعني إين فوا غادي نطلقوا الطوب كرونو، كل واحد يكون واقف حدا بلون ديجا، وغنبقاو ندوروا عليهم حنا ستة. إين فوا غنقول ستوب. غتحبس الموسيقى وغنقول ستوب، خص كلشي يوقف حدا بلون. اللي ما كانش واقف حدا بلون كيخسر. طوب. يلا زيد 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 زيد. اون فوا نصفق غتحبسو. واخا؟ حتى شي واحد ما ينقز على البلون، ندورو برا ديال البلون. برا برا برا. يلا 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 طوب. اجا سيموني. ماشي مشكل. صافي؟ يلا نحيدوا البلون الاولاني. يلا صافي. وقف حدا طوب. يلا حداهم معايا السيمو. شكون اللي غادي يقيس البلون؟ شكون اللي يدخل على الدائره؟ يلا زيد 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 طوب. اجيو عندي بجوج. برافو عليكم. يلا عطيوني البلون. زيد اهو. شحال بقى لهم بلون؟ ثلاثة. بقاو ثلاثة. وحنا شحال؟ أربعة. هاد زوج هي ستة. صافي؟ يلا طوب. نتوما حداهم معايا اللي يدخلوا على السيركل. صافي؟ يلا. زيد 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 زيد. ما مشيو وصلوا حدا البلون بقاو نقللوا السرعة. جريو كاملين يلا. يلا. زربوا 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 زربوا. طوب. زاد دخل. برافو. شحال باقي من واحد؟ باقيين جوج. غنحيدو بلون. غيبقاو لنا جوج ديال لي بلون. صافي؟ واجدين. واجدين. انتوما اللي لداخل ركزوا معايا شكون اللي غادي يدخل. شكون اللي يدخل على السيركل. صافي؟ طوب.
يلا 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 زيد 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 غادي بشويه ما كتجريوش ما كتجريوش ما كتجريوش شكون يدخل على شكون 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 طوب ناضي بقاو جوج غنصفقوا عليهم بزاف يلا الي غنديروا بلون واحد غيبقى بلون واحد صافي هو هذاك اللي مليح يلا قربوا حدايا قربوا حدايا انتوما زيد 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 مزيان صافي مشيو صافي موسيقى خمسة أربعة ثلاثة زوج طوب يلا شكون اللي غيخرج شكون اللي غيخرج شكون نحضيهم نحضيهم شكون اللي كتشجعوا انتوما بايا وديع 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 يلا شجعوا هو جوج بزاف زيد زيد طوب برافو 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 حنا كاملين رابحين تبارك الله عليكم يلا زيد 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 كي جاتكم اللعبه زوينه اجي نرجعوا للور زيد باش نعاودوا نبقاو نشوفوا فيها مزيان كي كانت في الاول كانت دايره سيركل وبقينا كنقصوا بواحد 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 تبقى واحد وكاين شكون يربح في الاخر انا كاملين كاملين رابحين كاملين رايحين عجباتكم هاد اللعبة؟ واخا ساهلة زويونة ياك؟ حتى نتوما بين الوليدات عجباتكم هاد اللعبة ونتمنى تبقاو تعاودوها مع صحابكم وتوريوها لهم صافي؟ حتى نتوما الوليدات بالصحة والراحة ونتلاقاو المرة الجاية إن شاء الله السلام عليكم سلامة زينب نعم أنا فنوف يلا نمشيو نجيبو جد وبيان يلا هنا فنوف ثلاثة جوج جوج واحد واحد ها هما جد وبيان جد بيان نتوما دائما ملي كتجيو مع صديقنا علي كتجيو ناشطين بزاف كندوزو وقت زوين مع علي اصدقائي ما تنساوش تعاودوا الحركات اللي كنديروا حنا وعلي حيت مزيانه للصحه شكرا لك صديقنا علي على هذه الحركات الرياضيه الممتعه اللي كدير جد وبيان والاصدقاء اللي كيتابعونا اللي حتى هما كيمشيو يعاودوهم في الدار ديالهم نفنف قول لي اشنو بالك ندوزو الفقره المواليه الفقره اللي كنكتشفوا فيها كل مره كنز من كنوز بلادنا اي هنا فنوف واش واجد قول لي انا دائما واجد وانتوما حنا واجدين شوفوا سلوى ولكن اليوم سلوى غادي تحصل كيفاش يمكن لها تهضر على الجاذبيه في الفقره ديالها انا عارفه سلوى غتلقى موضوع زوين كيف ديما ايوا يلا نمشيو عندها سلام سلوى سلام اصدقائي بصح الجاذبيه موضوع صعيب بزاف واليوم جينا لواحد البلاصه في مدينه الدار البيضاء اللي فيها بزاف د الحوايج كيعتمدوا على الجاذبيه يلا نشوفوا فين جات مدينه الدار البيضاء في الخريطه سلوى انا باقي ما فهمتش كيفاش غتهضري على الجاذبيه جينا الحديقه من اكبر الحدائق ديال الالعاب اللي كاينه في المغرب وغادي نلعبوا بزاف ديال الالعاب اللي كيعتمدوا على الجاذبيه بحال مونتاني روس واش مشيتي لروسيا سلوى انا فنوفاش من روسيا انا اليوم غادي نوريك بيان علاش كتهضر واش مستعدين نبداو المغامره ديالنا مستعدين ايوا يلا هادي اللي قلتوا لي نبداو بها بغينا ننقزو صافي حنا نطلعوا ننقزو كاملين اولي ولي اولي ولي بغيتي تلعب نتايا باقي صافي انت دابا غادي تلعب هو غيهبط وليد ويطلع رشيد كتعاونوا هو باط برافو رشيد يلا نوض باش توجد راسك انت دابا نوجد راسي سيرا سيرا علي رشيد علي رشيد علي رشيد علي اجي لينا دابا غنمشيو شي لعبه باش نلعب معكم حتى انا صافي صافي يلا نعيطو سيدي هبطك يلا سير كمل يلا نهبطو حنايا على ماجا ابلا طيب هاك وليد ها
انا فنوف هادو هما لي مونطان روس اللي هضرت لك عليهم بيان. عجبكم الحال اليوم؟ تبغي نعاودو نجيو مره اخرى؟ صافي. وحتى نتوما اصدقائي خصكم ضروري تجيو لهاد البلاصه واخا غير مره وحده في حياتكم. حنا دابا غنمشيو نرتاحو حيت عيينا، عرفت شحال غوتنا بالخلعه. تلاقاو في الحلقه الجايه باش نكتشفو كنز اخر من كنوز بلادنا. انا مشيت مع ماما واحد النهار لهاد الحديقه وزوينه بزاف. انا دائما جدو بيان كنبغي نمشي لهاد البلايص اللي كتمشي لهم سلوى، ولكن هاد المره لا 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 هادشي كيخلع. وانا فنوف والخواف، وانا فنوف والخواف. وصافي انا فنوف راه غير كيضحكوا معاك. شكرا لك صديقتنا سلوى على هاد التجربه الزوينه اللي عشناها معاك اليوم واللي عرفتنا اكثر على موضوع الجاذبيه. ودابا انا فنوف وجدو بيان واش واجدين ندوزوا واحد الفقره زوينه عزيزه بزاف على الصديق ديالنا انا فنوف. واجدين وتا انا زينب واجد والاصدقاء ديالي المشاهدين حتى هما واجدين وكيصيفطوا لي الفيديوهات فقرة اصحاب نفنوف. نفنوف فين اول فيديو؟ اول فيديو اصدقائي صيفطاتو لي صديقتي ريحان، يلا نتفرجوا فيه كاملين. السلام عليكم، سميتي ريحان، عندي 4 سنوات، كنسكن في طنجة، كيعجبني زينب وانا فنوف. شكرا صديقتي ريحان على هاد الفيديو الزويون اللي صيفطتي لي اليوم. ومحل شتي انا فنوف عندك الاصدقاء ديالك كيصيفطوا لك الفيديوهات من جميع الاعمار. يا زينب هادشي اللي كيفرحني. ودابا اصدقائي يلا تكتشفوا معايا الصديق الثاني طه اللي صيفط لي الفيديو ديالو. طه المدينه الجديده كتعجبني جد وبيان، كيعجبني انا فنوف وجد وبيان وانا فنوف، وكيعجبني الفقره البروفيسور حيت كنستافدو منها وكتعجبني الرياضة مع عالي. صديق ديالي طه من جديدة، شكرا بزاف على هاد الفيديو الزوين اللي صيفطتي ليا، وبقى دائما متبعنا. وها انت انا فنوف، الأصدقاء ديالنا كيصيفطوا لك فيديوهات من الأعمار كلها وحتى من جميع المدن المغربية، شكون بحالك انا فنوف؟ ما بحالي حتى شي واحد زينب، كيفرحوني الأصدقاء ديالي بهاد لي فيديو اللي كيصيفطوا ليا. وما تنساوش أصدقائي اللي بغى يصيفط لي الفيديو ديالو يصيفطوا لي على هاد الرقم اللي كيبان اسفل الشاشه. زينب دابا حنا وصلنا للفقره النهائيه اللي غادي تحكي لنا فيها قصص زوينه. عندك الحق جد، باين قولي لي واش متحمسه اليوم نحكي لكم القصه اللي جبت لكم؟ متحمسه. ولكن كنتو نتوما اصدقائي واهجين ومتحمسين تسمعوا الحكايه ديال اليوم، خلونا نمشيو باش نعاودها لكم. زينب والقصة الزوينة. اليوم جبت لكم انا فنوف واحد القصه زوينه بزاف سميتها المرآة السحريه. كان يا مكان في قديم الزمان واحد السيد دوز الطفوله ديالو كامله هو كيجد ويجتهد. واحد النهار انا فنوف حقق كاع داكشي اللي كان كيحلم به، حقق واحد الثروه كبيره ورجع من اغنى الاغنياء اللي كاينين في العالم كله. واحد النهار جا عنده واحد البائع ويقول ليه بغيت نبيع لك واحد الحاجه سحريه ومهمه بزاف، ويعطيه واحد المرآة. قال لي هاد المرآة سحرية، أي واحد شاف فيها كتبين لك النوايا ديالو. وخد هاديك المرآة وأول حاجة دار بها يمشى عند الصديق ديالو أنا فنوف ويوري هاديك المرآة. اكتشف أن الصديق ديالو كان غير كينافقو وبغى غير على المصلحة ديالو. من موراها قرر أنه يمشي يشوف الأقارب ديالو باش يقرا النوايا ديالهم، ودا معاه المرآة السحرية. وديك الساعة عرف بلي الأقارب ديالو كاملين باغينو غير على مصلحته. تما مشى عند ماماه واكتشف أن ماماه كتبغي ليه غير الخير في هاد الدنيا. اكتشف أن الحب ديال الوالدة ديالو هو أكبر حب حقيقي كاين في العالم كله. وهادشي كيعني أنا فنوف أن هاديك المرآة السحرية فعلا عاوناتو أنه يكتشف النوايا ديال الناس اللي دايرين به،
وهذا الشيء جادو بيان كيعني ان فعلا هذه المرأة السحريه كتسوى الثروه ديال العالم كله، لحقاش قدر يعرف بها بزاف ديال الحقائق. وهكا اصدقائي كنكون وصلنا للنهايه ديال الحكايه ديال اليوم، واش عجبتكم؟ عجبتنا. ودابا قولوا لي شكون فيكم ما كرهش شكون عنده المرآة السحريه؟ انا. علاش ناديري بها بيان؟ انا غادي نمشي نشوف النوا ديال كاع الناس. وجاد انت شنو بغيتي؟ انا كانت عندي المرآة السحريه كنت غادي ندير اي حاجه بغيت بهذيك المرآة، غادي نرجع لها وغادي نتمنى بعد الفلوس، غادي نقول لي خاسره غنكون انا خديت كلشي يرجع لي فلوسي. حتى نتوما اصدقائنا اكيد غتكونوا استفدتوا بزاف ديال الحوايج من القصه ديال اليوم، اكيد غتكون عجباتكم. نتلاقاكم في الحلقه المقبله من برنامجكم عالم زينب وانا فنوف. سلام عليكم. سلامه اصدقائي، مع السلامه. يلا